نعمل النهارده زي ما قلنا خبز التورتيلا، وهو بيبقى لو عايزاه تجيبي جاهز هنعمله كونو، ولو اكتر من طريقه هنعمله بطريقتين اتنين، شوفي ايه الاسهل بالنسبه لك واعمليه. وهنستخدم برضو النهارده جبنه المراعي بطعم الجبنه الرومي عشان هنبدا نشتغل بيها النهارده الوصفه بتاعتنا. هم عندهم ثلاث اطعمه مختلفه طعمها حلو قوي، وفي الجبنه الساده بتاعتهم عندهم برضو جبنه ساده حلوه جدا، العلب اللي هي الربع الصغيره ديت، وموجود منها الجبنه الرومي، وموجود بطعم الجبنه الشيدر، وفي اللي هي الفيتا اللي هي الساده. خلينا نشوف هنعمل بطريقتين اتنين الكونو وبخبز التورتيلا اسهل ما يمكن. ده خبز التورتيلا اهوت، احنا طبعا لازم تحط عليه كيس عشان الرطوبه ما ينشفش منك وتعرفي تلفيه ما ينشفش حضرتك. بتجيبي العيش اهوت ونبدا نحطه هنا على البلانشه ونسيبه من النص، فاهم ازاي؟ اهو من النص كده، نجيب واحد كمان كده اهو، ماشي سهل جدا. بصي بتقومي ماسكاه مش من هنا، يعني ما تلفوش كده من هنا، لا هتيجي من هنا كده اهو، العيش اهو قدام حضرتك، بتمسكي من هنا كده وتقومي لفاه كده كده زي ما حضرتك كده شايفه، منتهى السهوله. بقى ايه؟ بقى كونه قدام حضرتك اهو، الطرف ده لازم يبقى هنا كده اهو، شايفه؟ عشان كده انا عملت لك طريقه سهله جدا ان انا قسمته من اتنين. في ناس تعمله برغيف كامل بس بيبقى كتير قوي، ويبقى فيه اللبابه تبقى باينه فيه جدا. وبعد كده بنقوم جايبين ايه؟ جايبين خله كده صغيره اهو، ونعملها نديها غرزه كده من هنا عشان يمسك معايا، يبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نعمل ثلاثه كمان مش واحده كمان اهو، هنعمل كده اهوت، نلف خله زي ما حضرتك كده شايفه، وبعد كده زي كده زي كده ايه بنص هيك عشان تمسك الكونو في بعضه زي ما حضرتك كده شايفه. منين؟ مش من هنا كده، لا من هنا كده، بتقلبيه كده اهو النص هنا عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبه لحضراتكم. تقومي لفاه كده زي القرطاس وتبداي تلفي 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 تلفي. الشطاره ان الطرف ده يبقى على الطرف اللي جوه اللي فوق ده عشان يبقى الكونو مظبوط معاكي. فانا قطعتهولك من النص عشان يبقى سهل معاكي كده وكده اهو. نعمل كمان واحده، وهعمل الباقي برضو يعني هعملك بطريقه تانية. شوفي الطريقه اللي تعجب حضرتك ايه واشتغلي بيها. هنلف كده والعين العين العين طبعا لازم بتاكل قبل البق يا جماعه، فبنقدم الحاجه بشكل حلو، تبقى الحاجه شكلها حلو كده واحنا بنقدمها، وبسيطه وسهله وفكره صغيره قوي. ادي الكونو اتعمل. طيب بعد كده عاملين طبعا شويه قبل الهواء قدام حضراتكم اهوت، نبدا نحطهم هنا ونبدا ننزل لكم يلا المقادير بقى الحشوه. بصي مفيش مقادير، هو الفكره ان اي حشوه تشتغل معاه. انا بقول لك الفكره يعني، انت بقى ايه شغال دماغك؟ اللي موجود عندك في الثلاجه شغال اي حشوه عندك، بس انا حاطط جبنه بيت المراعي عشان تبقى ماسكه الحشوه معاكي فياكلوها زي الايس كريم كده بالظبط. ففكره جديده جربوها للاولاد هتعجبهم جدا، وخصوصا كمان ان الحشوات احنا بنحشي حاجات كتير قوي، يعني لو عندك ادي جبنه الفيتا بطعم الجبنه الرومي، فعندك حاجه اهي تحط عليها شويه طماطم فلفل اخضر شويه كزبره خضراء اللي عندك افرمي كده اشتغلي بيها. تعالوا ننزل عندنا الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما ياخد عندنا الدون، او ممكن تحطيه في الاير فراير لو عندك اير فراير على فكره يشتغل معاكي زي الفل اهو، شويه بشويه كده لحد ما ياخد عندنا اللون الذهبي. كلام جميل. باخد عندي الجبنه الفيتا المراعي اللي هي بطعم الجبنه الرومي، ونبدا نفتحها عشان نبدا اللي احنا نشتغل بيها. بسم الله نقطعها كده بالمقص، وبعد كده بقوم جايب عندي بوله قدام حضراتكم اهي، ننزل عندنا الجبنه الرومي الجبنه الفيتا بطعم الجبنه الرومي اهي، بسم الله شايفين ازاي كريم الجبنه اهي، نقوم حاطينها هنا تمام. طيب بعد كده اهوت تعالوا بس ايه يعني عينيا ما تروحش كل شويه كده نبص هنا بصه عشان تاخد اللون الذهبي اللي انا محتاجه بالظبط
مش بنحمر بطاطس، احنا ده عيش يا جماعه، فتخلي بالكم اهو. يلا يا باشا هتاخد خلاص اهيت. انا مش عايز اروح بصراحه احضر الحشو غير لما ايه اطلع ده، عشان ايه ده بياخد اللون بتاعه في ثانيه، هتلاقيه خد اللون اللي انا محتاجه بالظبط. ادي التقليبه وهنفرغه دلوقتي من جوه، خلي بالك هتلاقي العيش لم على بعضه جوه، هفرغه لك سهل جدا. اهم حاجه هو يعني محافظ على شكل الكورنيه، فده اهم حاجه بالنسبه لي، ياخد اللون الذهبي. وطبعا قبل ما نحشيه بكون شايل الايه الخله، مش محتاجه بقى خلاص اهو. اثبت يا وحش، نقلب، نفضل نقلب خلاص اهو داخل في اللون الذهبي الجميل، قرمشه حلو وسهل جدا. تقدري تحطيه في الاير فراير لو عايزه تحطيه في الاير فراير هيبقى حلو جدا برضو، مش هياخد 3 دقايق بالظبط على تحمير الخله كده اهي. ماشي، ايه ده؟ طب ده هنحشي ازاي؟ اهو بصفح وبثانيه خالص يعني اهو. بصي فرغ يا باشا وبقى زي الفل بسرعه كده اهو كده. بص بتشيل الخله اهو وتبداي تحط ايدك كده اهوت، تفرغي تعملي له التفريغه التمام. سكر طعمه حلو جدا جدا جدا، ده مش هياخد وقت. ليه بقى؟ لان الزيت يا باشا كان سخن معايا، انا طفيت على الزيت، عشان الزيت ده هنشتغل فيه الدوناتس. انا مش هشتغل فيه حاجتين، لا انا هشتغل فيه اكتر من حاجه، فانا هعمل بيه الدوناتس النهارده. طالما يا جماعه ما فيش اي ما حطيتش اسماك او حطيت حاجه، طالما عايز زي ده مفيش مشكله، ممكن اعيد تدوير عادي جدا، ما فيش اي مشكله. بس اهم حاجه في الشطاره في الزيت يا جماعه انك ما تخليهوش يعني يطلع دخان، ده اهم حاجه في الموضوع. يعني تحاولي تحاولي على قد ما تقدري ان الزيت بتاعك ما يطلعش دخان، هي دي المشكله اللي بتحصل معانا، فاهمه؟ بصي انا خلاص طفيت عليه النار، لان درجه الحراره دلوقتي بتاعته كفيله اللي هي تسوي دلوقتي الحاجه وتطلعها لي زي ما انا عايز. زي ما انتم شايفين اهو. بص شويه الكورنيهات طالعين عاملين ازاي؟ زي العسل. شيل الخله، خلاص الخله عملت اللي عليها. طيب سخن ولا حاجه؟ انا طبعا ايديا يعني واخده على الحاجات السخنه، انت بقى في البيت بصي اهو. بصي تشيلي كده اهيت اهو بمعلقه. اهو بصي فرغي المعلقه. عشان لو هي سخنه على ايدك ولا حاجه كده زي الفل. ثلاث شرايح بس روز بيف كده تمام. اللي عنده اي حشو يحطه، اي لحوم بارده مع الجبنه الفيتا بصراحه بتخلي الموضوع في حته تانية خالص 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 يعني اهو كده. افرم فرمه ناعمه اهو، بنقوم حطينا هنا على الجبنه شويه زيتون كده حلوين شرايح، افرمهم برضو فرمه ناعمه، كلام جميل اهو. نشيل ونحط هنا مزيكا والله. يا سلام شويه كزبره كده خضرة حلوين. حاجه تاني فلفل اخضر رومي. برضه مفروم، كله مفروم ناعم، فاهم ازاي؟ يبقى الحشو احنا مش ملتزمين باي حاجه. انا بظبط اللي قدامي اهو كده تمام جدا. بعد كده بقوم جايب عندي شوكه ونبدا نهرس كل ده مع بعضه. سندوتش كونه بقى، اوعى وشك، اوعى وشك. اهو. الجبنه الفيتا بقى بطعم الجبنه الرومي المراعي هي بص سمغت لي الحاجه اهيت، سمغت لي الحشوه حلوه جدا. في نفس الوقت ياكل حاجه طعمها حلو هتعجبه قوي، ونكهه حلوه، وريحه العيش اصلا لما بتقلب زيت بصراحه بيخلي طعمه جامد جدا. فبيخلي اي خضار يتحط جواه طعمه حلو. طيب نعمل ايه بقى؟ بجيب عندي معلقه، ممكن معلقه صغيره كده، معلقه شاي. هم شكلهم بياخدوها بيقلبوا بقى القهوه جوه نور. والله بص يا باشا اهي، يا عيني على الحلويات. بص اهو، بص ديت اهو حاجه شغل فاخر من الاخر. دي على النار، بص ازاي، ادي خبز التورتيلا اهو. باجي من هنا، ده مش هاخده في زيت، ها بص من نص من هنا بالظبط
من هنا كده زي ما انتم شايفين كده، تقوم عامله كده اهي لحد هنا كده، كلام جميل. هقوم واخد عندي الحشو هنا، حطه هنا في الحته دي في المثلث ده، ده اسهل. ها المثلث ده بس مش كله. يا سلام بقى لو شويه جبنه كده موتزاريلا هنا، كلام جميل كلام جميل. نقوم واخدين دي كده ونقوم مطبقينها كده ونضغط واضغط، حلو قوي. اسكن الحشو كده جوه، وبعد كده تقومي لفه لفه كمان كده كده، كلام جميل. وبعد كده تقومي واخده دي تطبيقه كمان كده. ايه السهوله دي؟ اللي عايز يحط اي حشو زي ما اتفقنا نحط اي حشو زي ما انا عايزين. اعمل ايه؟ اقوم واخد عندي شويه زيت ذره صغيرين ورايحين عندي على الجريل، عندي على النار. صلصه سخنه. بص يا باشا، ونبصم عندنا الكلام الجميل ده. واحده كمان قبل ما اطلع فاصل، ازاي؟ من النص بالظبط يا حمدي، من هنا كده اهو، نقوم عاملين كده. هاخد عندنا الحشو ونقوم لافين عليه الحشو كده، شويه جبنه موتزاريلا بالشكل ده، حاطينه هنا كده، حلو الكلام. وبعد كده نقوم قافلين دي كده ونضغط. تطبيقه كمان اهي، وتطبيقه كمان. ودي يا باشا هنا على الجريلا. بص تشويحه الجريلا على هنا عامله ازاي، لحد يا باشا الخبز عند ما يتحمص، وبعد كده نبدا ان احنا ايه نطلعه ونقدمه بالهنا.